السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. كنت واجدوا أمام ملعب الحسن الثاني الشهير هنا وسط مدينة فاس اللي غيكون مسرحا للمباراة اللي غتجمع ما بين فريق المغرب الرياضي الفاسي والدفاع الحسني الجديد الوافد الجديد على القسم الوطني الأول بعدما عاد سريعا القسم الوطني الأول. فهذه المباراة كتدخل ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول بطولة إنوي. فاللي كيتصدرها اللي هو الجيش الملكي برصيد 11 نقطة بعد إجراء 6 مباريات، يليه نهضة بركان ب 11 مباراة وهي في نفس الصدارة، اتحاد طنجة ب 3 نقاط في المركز الثالث، بينما المغرب الرياضي الفاسي في المركز 11 ب 7 نقاط ومراه الدفاع الحسني الجديدي أيضا ب 7 نقاط وهو مناصفة في نفس الرقم في نفس الرتبة بفارق النسبة. بالنسبة فالمغرب الرياضي الفاسي عنده ناقص واحد، فيما الدفاع الحسني الجديد عنده ناقص اثنان. فهذه المباراة كما قلت كتدخل ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول من بطولة إنوي، واللي كتعرف في هذه الأثناء حضور جماهيري للفريق الزائر اللي هو الدفاع الحسني الجديد اللي حاضرين الجماهير ديالو بالزي الأخضر واللي غتشوفوهم في هذه الصوره هنا في هذا المكان. فنتمنوا المباراه وتمر واحد الاجواء اللي هي اجواء يعني كتعمها الروح الرياضيه، لان الروح الرياضيه هي الرابح الاول والاخير في كل المباريات. نتمنوا صادقا ان الملاعب الكبرى تعاد تفتح في اقرب وقت. شفنا واحد الخبر اللي يمكن نقولوا انه خبر صار بالنسبه للجماهير الوداديه او الجماهير الرجويه وبالنسبه حتى للجماهير المغربيه عامه، اللي هو اعاده افتتاح دونور مركب الرياضي بمدينه الدار البيضاء في شهر دجنبر المقبل. نتمنوا من الله تعالى انه يعود الافتتاح في اقرب وقت باش تعود ديك الحيويه للجماهير. كنشوفوا دابا حاليا الجيش الملكي المتصدر حاليا ما عندوش ملعب فين يلعب عصبة الأبطال الإفريقية، كيلعب في مدينة قنيطرة، واللي نتمناو إن شاء الله بحول الله يلقاو شي حل فين يلعبوا إن شاء الله بحول الله. شفنا المنتخب الوطني المغربي أيضا اللي لعبوا في مدينة وجدة بعدما ما كاينش ملاعب كبرى اللي تحتضن المباريات المنتخب، رغم ان الملعب ديال وجده فكي طقل الاستيعابيه ديالو ما كتطرقاش التطلعات ديال الجماهير المغربيه او الجماهير ديال جهه الشرق بحال دريوش وجده فيك بوعرفه عين الشعير توريرت كرسيف وديك المناطق كامله. فالجماهير متعطشه انها تحضر المنتخب، ولكن شفناهم ما حضروش بداك يعني ما كاينش الطاقه الاستيعابيه ديالو ما كتسمحش باش يحضروا جماهير كثيره وكثيره بزاف. فنتمنوا الملعب طنجي تفتتح في اقرب وقت، ايضا دونور، ايضا ملعب مراكش الكبير، ايضا باقي الملاعب الاخرى اللي نتمنوها ايضا هي تفتتح بحال ملعب مراكش وملعب فاس. فحاليا كتشوفوا معنا وقع واحد الفوضى حاليا، ما عرفناش هادو فوضى من الجماهير واش هما جماهير الجماهير ديال الدفاع الحسني الجديد ربما اللي في هذه اللحظات، والعناصر ديال الامن كيحاولوا يتدخلوا في هذه اللحظات لفك هذا المشكل اللي واقع ما بين غير على الاوراق. هذا الشيء كامل غير على الاوراق، على التذاكر كما غتشوفوا معنا على التذاكر، والامن كيحاول في هذه اللحظات انه يفك هذا المشكل اللي واقع ما بين الجماهير. فنتمنوا كما قلنا الروح الرياضيه جماهير المغرب الفاسي، كنعرفوا جماهير المغرب الفاسي جماهير راقيه، وايضا حتى الجماهير ديال الدفاع الحسني الجديد. فالجماهير ديال المغرب الفاسي شفناهم احتفلوا اول امس بالذكرى 78 بواحد الطريقه اللي هي رائعه على مستوى طريق مكناس بمرور الذكرى 78
لتأسيس فريق المغرب الرياضي الفاسي تحت عنوان عشق الأجيال. شفنا واحد الفلامات، شفنا واحد الأهازي، شفنا واحد الاحتفالية اللي هي عالمية من طرف جماهير المغرب الفاسي وخاصة من طرف فصيل فطل تيغرز. فالعناصر ديال الأمن كما غتشوفوا معنا كيحاولوا يفكوا هذا المشكل ديال التذاكر اللي ما بين الجماهير. فنتمنوا حتى الجماهير تكون راقيه شويه بالفكر ديالها. فهذه رساله للجماهير. فاحنا مقبلين العام الجاي ان شاء الله بحول الله غيكون المغرب غيحتضن كاس افريقيا في 2025. وبالله عليك واحد ما عندوش تذكره علاش يجي للتيران؟ ما عندكش تذكره ما تجيش للتيران. كيعلن الفريق على بيع التذاكر في واحد النقطه معينه من واحد الوقت لواحد الوقت. اللي كيبغي الفريق ديالو فغيمشي في الوقت المحدد وغيدير التذكره. اللي ما غيديش التذكره ديالو ما غاديش يمشي ليها، ما غاديش يدي التذكره، ما يمشيش. فنتمنوا متابعينا الجماهير ترقى شي شويه بالفكر ديالها حتى هي، يرقاو شي شويه بالفكر. اللي ما عندوش تذكره ما يمشيش يدير المشاكل، ما يمشيش للباب ديال الملعب ويخلق الفتنه ويخلق مجموعه ديال الحوايج. فعناصر ديال الامن كيحاولوا دائما يأمنوا الوضع على الجماهير باش يدخلوا الجماهير بسلام يخرجوا بسلام. الجماهير ديال الماس كما عودتنا وخاصة فصيل فطال تيغرز دائما كنشوفوهم كيدخلوا بسلام كيخرجوا بسلام، سواء كان خاسر الفريق او رابح الفريق. الجماهير ديال الماس ما عمرنا شفناهم دايرين شي حاجة. كان هادشي من قبل ولكن فجا الفصيل ديال فطال تيغرز ما بقاش المشاكل كيأطروهم كيحاولوا يوعيوهم مصلحة الفريق قبل كل شيء. كنشوفوا الجماهير كيدخلوا متنا وتولات الملعب بطريقه اللي راقيه. كاين بعض المراهقين هادشي اللي نقولوا كناكدوها، بعض المراهقين اللي ما عندهمش وراء قاصرين بين قوسين قاصرين، كنت تعتذروا على الكلمه ديال المراهقين قاصرين، هما اللي كيجيو كيديروا الفتن. واحد قاصر ما عندوش ورقه وكيجي كيبغي يدخل، وبالله عليك راه ما عندكش ورقه راه ما خصكش تدخل. كي غدير تدخل راك كدير المشاكل، هما اللي كيديروا هاد المشاكل هذه اللي كتوقع، هادوك القاصرين. اما الجمهور وكيتحسبوا على الجماهير ديال الماس، اما الجماهير اللي كيبغيو الفريق وكيقطع الورقه ديالو وكيجي وكيدخل معزز مكرم ويتفرج في اللقاء حتى كيسالي اللقاء وكيخرج في حالاته. ما عندكش ورقه ما تجيش وتسيء للفريق ديالك اللي هو فريق المغرب الرياضي الفاسي. ما تجيش تسيء للفريق ديالك وانت ما عندكش ورقه. عندك ورقه اجي ادخل. ما عندكش ورقه ما تسيئش للدفاع الحسني الجديدي. ما عندكش ورقه ما تسيئش للمولوديه الوجديه. ما عندكش ورقه ما تسيئش للخميسات. ما عندكش ورقه ما تسيئش للخنيفره. ما عندكش ورقه ما تسيئش للستاد المغربي، كنذكروا حتى الفرق ديال القسم الوطني الثاني. ما عندكش ورقه ما تسيئش للوداد الرجاء الجيش وقنيطره وغيرها. ما عندكش ورقه ما تجيش، لان ممكن انه يوقع شي انفلات ولا شي حاجه. وكيكونوا بحال دابا كتشوفوا معنا دراري قاصرين عنده 10 سنين، اللي عنده 13 عام، اللي عنده 11 عام، كل واحد شنو عنده، هما اللي كيديروا هاد الفتن وهاد المشاكل. اما الناس الكبارين كيجي كيقبض الصف عنده الورقه ديالو، ما كاينش اللي كيهضر معاك، كتدخل معزز مكرم للتيران. هذا هو اللي نقدروا نقولوا متابعينا. تحيه لكم ودائما وابدا دائما وابدا كنقولوا الروح الرياضيه هي اللي خاصها تسوق في كل الملاعب الوطنيه. نتمنوا خير، تحيه لكم الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.